المعلومات الأولية المتعلقة بالانفجارات الأخيرة في جرف الصخر. ينضم إلينا من بابل مراسل التغيير أحمد الحسناوي. أهلا بك أحمد، ما المعلومات المتوفرة لديك حتى اللحظة؟ نعم، حتى هذه اللحظة هناك تحديث في حصيلة التي أعلن عنها في بداية الضربات التي حدثت في منطقة السعيدات، وهي منطقة كثيفة البساتين والأشجار، وهي تضم مقرات ومخازن للأعتداء والأسلحة، لا سيما يعني معسكر هناك للدبابات وأيضا صمت الدروع وذخائر من بينها صواريخ الأسبجناين كما تسمى مدفع 106. وهذه المنطقة، منطقة السعيدات، تضم عدة فصائل، يعني هذه المخازن العسكرية تابعة لعدة فصائل مسلحة، من بينها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحاق وحركة النجباء، وبالتالي فإن الاستهداف جرى عبر 4 ضربات. حتى هذه اللحظة الحصيلة ارتفعت إلى 13 أو أكثر من 10 قتلى ضمن صفوف يعني عناصر التي كانت متواجدة داخل تلك المعسكرات، وسقوط عشرات الجرحى. يعني هذه المعلومة حصلنا عليها قبل دقائق من قبل بعض المصادر الأمنية. قيادة الشرطة أعلنت لنا أنها يعني غير خاضعة ضمن سيطرتها تلك المناطق، فضلا عن قيادة العمليات العسكرية المشتركة وأيضا قيادة عمليات الحشد الشعبي، أكدت أن يعني هذه المناطق تخضع لقيادة خاصة تضم الفصائل المسلحة، من بينها كتائب حزب الله التي يعني لحد هذه اللحظة لم تعلن عن تفاصيل أكثر بخصوص هذا الحادث وما تم من أضرار مادية، فضلا عن يعني هناك في هذه اللحظات هناك طائرات أو أصوات يعني طائرات مسيرة تجوب سماء قضاء المسيب، وأيضا مناطق في منطقة الصناديج والبهبهان، وهذه المناطق أيضا بطبيعة يعني مناطق البهبهان هي منطقة صحراوية تؤدي إلى الطريق الاستراتيجي، وبالتالي فإن هذا الطريق الاستراتيجي يكون بمثابة الحلقة أو حزام إلى منطقة الفارضية ومن ثم العويسات، وهذه المناطق ضمن الدائرة 37 إضافة إلى 36 و35، وهي خطوط العرب الخاضعة قياديا وأمنيا إلى كتائب حزب الله، ولا يسمح لأي وسائل الإعلام الدخول إلى تلك المناطق. عموما الحصيلة كما وردتني قبل يعني قليل أنها ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 10 منتسبين ضمن كتائب حزب الله، فضلا عن عشرات الجرحى. بالتالي هذه الضربة تأتي بعد انتهاء الهدنة التي أعلن عنها من قبل بيان رسمي لحركة النجباء، الهدنة التي أبرمت بين الفصائل المسلحة داخل العراق وبين يعني الجانب الأمريكي، وبالتالي فإن هذه الضربات تأتي على خلفية استهداف قاعدة عين الأسد بصواريخ موجهة من قبل إحدى الفصائل المسلحة، وبالتالي فإن يعني هناك أنباء عن وجود طائرات مسيرة أخرى خلال الساعات القادمة قد تقوم بقصف مقرات ثانية، وهذه الضربة تأتي يعني للمرة الثالثة بعد استهداف منطقة جرف الصخر قبل سنة، وبعدها تم استهداف مقر لهيئة الحشد الشعبي داخل مركز المدينة، أيضا أدت تلك الضربات إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وهيئة الحشد الشعبي يعني حاولنا الاتصال بها أكثر من مرة لكنها لم تدلي بأي تصريح حتى هذه اللحظة لأسباب لا نعرف يعني ما طبيعتها أو أسباب مجهولة. عموما هناك يعني من خلال شهود العيان سماع لأصوات مسيرات يعني جديدة ودوي يعني لأصوات مسيرات، لكن شهود العيان أكدوا أن الضربة تمت على 4 مراحل لمخازن الذخيرة ومخازن الدعم اللوجستي، وهذه منطقة السعيدات تعتبر الخط الخلفي لمناطق جرف الصخر.